أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من كشك الصحافة لنطالع فيها أهم ما قالته المواقع الإخبارية والصحف الصادرة اليوم. نذهب إلى أهم الأخبار التي وردت في موقع المصدر أونلاين. مقتل مسؤول تسليح الحوثيين في الجوف بغارة استهدفته ومرافقيه شمال محافظة صعدة. وقال مصدر ميداني اليوم إن قياديا ميدانيا لمسلحي جماعة الحوثي قتل بغارة جوية شنتها مقاتلات التحالف العربي على موقع للحوثيين في محافظة صعدة أقصى شمال اليمن. وأفاد المصدر للموقع أن القيادي هو مسؤول التسليح بميليشيات الحوثي وصالح في محافظة الجوف، وقتل مع عدد من مرافقيه بالغارة التي استهدفته في مديرية البوقع شمال شرق محافظة صعدة. ومن عناوين الموقع: نجاة ضابط كبير في الجيش الوطني من محاولة اغتيال أمام أحد المساجد بمحافظة الجوف. إلى موقع الوحدوي نت، والذي تابع وجها من أوجه الحصار الذي تفرضه ميليشيا الحوثي على ضحايا الحرب، وعنوان الموقع: المحويت، ميليشيا الحوثي تحتجز مساعدات إنسانية مقدمة ل5500 أسرة فقيرة. وينقل الموقع عن المرصد الإعلامي اليمني الذي تلقى بلاغات بعثها المستفيدون من مساعدات الضمان، وجاء فيها: إن الشحنة كانت في طريقها إلى مركز محافظة المحويت قبل احتجازها في نقطة تفتيش لميليشيا الحوثي، بمبرر أن نصيبهم منها 1100 سلة غذائية فقط ولا يكفي للمجهود الحربي. وأشار المرصد إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي تقوم فيها ميليشيا الحوثي بنهب المساعدات الإنسانية، وأنه سبق أن تلقى المرصد العديد من الشكاوى خلال الثلاثة الأشهر الماضية تؤكد بأن ما يسمى باللجان الشعبية تجبر المنظمات الدولية والأممية والمبادرات المجتمعية على تسليم نسبة من المساعدات لما يسمى بالمجهود الحربي. توكل كرمان تعلق في رسالة موجهة إلى المبعوث الأممي على مبادرة السلام التي يدور الحديث عنها، وتنبه كرمان إلى خطورة التضحية بالعدالة والتجاوز عن مرتكبي المجازر ومنح القتلة والمجرمين الحصانة من المساءلة. وقال توكل كرمان في جزء من مقالتها: المبادرة على هذا النحو تتصادم مع ميثاق المنظمة الأممية التي تمثلها ومع العهدين الدوليين الخاصين بالحقوق المدنية والسياسية ومع كافة المواثيق والعهود الدولية التي تقطع بأن الجرائم ضد الإنسانية لا تسقط بالتقادم. من المؤكد أن مثل هذه المبادرة ستكون محل استهجان حقوقي واسع محلي وأممي، وسينظر إليها باعتبارها سابقة خطيرة ووصمة خزي في جبين المنظمة الأممية التي نحرص على سمعتها وألا يفقد الناس الثقة بها. مثل هذه المبادرة ستكفل تكرار الجرائم وستفتح شهية القتلة لارتكاب المزيد من الجرائم بصورة أشد في المستقبل القريب والقريب جداً، ما دام وقد وجدوا أن ارتكابها مأمون العواقب وألا تبعات. وسيجري توصيفهم بأطراف سياسية ودعاة حوار وصناع سلام عوضا عن محاكمتهم كمرتكبي مجازر ضد الإنسانية. العدالة طريق إلى السلام، ومن يضحي بالعدالة بدعوى الحرص على تحقيق السلام يفقدهما معا، إذ لا سلام دون عدالة. كل التجارب تؤكد هذا المعنى، كل المواثيق والعهود الإنسانية تشدد عليه. وإلى أحد عناوين موقع عدن تايم، والذي قال فيه إن أول مصنع للإسمنت عائم في ميناء عدن. وقال الموقع إن باخرة عملاقة ترسو في الميناء، وهي عبارة عن مصنع للإسمنت يقوم بتعبئة الإسمنت في الباخرة وإنزاله وتفريغه على الشاحنات. ووفقا لعدن تايم فإن المصنع يتبع شركة أجنبية اسمها سيسكو، وهي أول شركة أجنبية كبيرة تستثمر في عدن بعد الحرب. يتابع الموقع: يعد المصنع إنجازاً اقتصادياً ودليلاً على الاستقرار الأمني. وإلى موقع مسند، والذي سلط الضوء حول واحدة من القضايا المهملة وهم نازحو حجة. وعنوان الموقع: حجة، إطلاق حملة إعلامية لإغاثة النازحين في المحافظة.
يقول الموقع: ابتداء من اليوم تطلق لجنة الإغاثة بمحافظة حجة حملة إغاثية حملت اسم حجة تستغيث للتعريف بمأساة المحافظة التي تعيش أكبر موجة نزوح على مستوى اليمن. يتابع الموقع: بلغ عدد النازحين في المحافظة نحو نصف مليون نازح من عدة مديريات، وبالأخص المديريات الحدودية التي أخلاها الحوثيون من السكان وحولوها إلى ساحة حرب. وفيما يتعلق بوفاة الصحفي محمد عبد العبسي، عنوان موقع بوست في صفحته الرئيسية: الاتحاد الدولي للصحفيين يطالب بتشريح جثة العبسي بواسطة طبيب يمثل الاتحاد، حيث طلب الاتحاد الدولي للصحفيين بفتح تحقيق جاد ومستقل في وفاة الصحفي الاستقصائي. وقال رئيس الاتحاد الدولي للصحفيين فيليب ليروث: نحن قلقون من وفاة محمد العبسي في مثل هذه الظروف غير الواضحة، وندعم أسرته ونقابة الصحفيين اليمنيين في مطالبهم بفتح تحقيق جاد ومستقل في القضية. يتابع الموقع بوست بأن الصحفي توفي في ظروف غامضة، حيث جاءت وفاته بعد ساعات من تناوله طعام العشاء في أحد مطاعم صنعاء مع ابن عمه، وبعد إسعافهما توفي، فيما لا يزال ابن عمه في العناية المركزة بالمستشفى. محطات قصيرة لم يستقر فيها الوضع اليمن. كانت البلاد تنتقل من حرب إلى حروب، ومن أزمة إلى أزمات. كل ذلك شكل جزءاً من ذاكرة الجيل الصاعد الذي كان حلمه أن يغير كل ذلك. علي جعبور كتب مقاله في مدونة الجزيرة نت، وقال في جزء منه: ولدت في الحرب ونشأت رفقتها، ظننتها صديقة حميمة، وحين أوشكت إكمال العقد الثالث من عمر التعب كانت قد غدت قوية وخائنة بما يكفي لتركلني خارج البلاد. في العام 1986 جئت إلى الحياة وكانت قبيلتنا تخوض حربا ضروسا مع قبيلة أخرى، وحين بلغت الثامنة كانت جدتي ونساء كثر في قريتنا يبكين أبناءهن الذين اصطحبتهم الحرب بعيدا إلى الجنوب. في 18 سمعت قريتنا لأول مرة دوي المدافع الكبيرة على مقربة منا إلى الشمال، كانت أولى حروب صعدة قد دشنت. في 29 أخذت الحرب شكلا آخر وكان الرحيل الأول. رحلت عن قريتي دون توديع أحد حتى أمي، كانت ثمة قسوة غريبة تجتاح قلبي بضراوة وتصحره بلا رحمة، وما ثمة من سحابة مطيرة في الأفق غير نقع الحروب ورعودها. أواه يا طفل الينابيع والوديان والأحارش المظلمة الذي كنته، أين أنت أيها المفتون باكتشاف الطبيعة والعالم؟ أنا الذي تبكيني أغنية أو ترجيع صدناي في الجبال، ما عدت أشعر بشيء سوى بالقرب الشديد للموت، وحده الموت يضع حدا لكل هذا العبث. وإلى قراءة أحد العناوين التي وردت في موقع يمن مونيتور، والذي قال: أستاذ جامعي يمني يعمل في مصنع طوب بعد قطع الحوثيين مخصصات الجامعة. ويوضح يمن مونيتور أن أستاذ الفلسفة في جامعة صنعاء الدكتور جميل عون اضطر إلى ترك وظيفته والعمل في أحد مصانع الطوب الإسمنتي من أجل توفير لقمة العيش لأطفاله. ويعتبر عون إقدامه على تلك الخطوة ضروريا من أجل إيجاد مصدر دخل له ولأسرته. وفي ذات الموضوع عنوان موقع المشاهد في صفحته الرئيسية: معلمات يغادرن مدارسهن للاحتطاب وتربية المواشي. ويورد الموقع حالة إحدى المعلمات في محافظة حجة، حيث اضطرت لتقليص ساعات عملها في المدرسة إلى النصف لتتمكن من الذهاب إلى الرعي والاحتطاب في منطقتها بعد أن عجزت عن شراء الغاز المنزلي. ويقول الموقع: لم يتسلم معلمو اليمن حتى الآن نصف راتبهم الثاني لشهر سبتمبر الماضي، كما لا يلوح في الأفق أن أزمة الرواتب ستنتهي عما قريب. وقبل قراءة أهم ما ورد في صفحات الصحف العربية، نذهب إلى فاصل قصير، ابقوا معنا. مرحبا بكم من جديد. قالت مجلة التايم الأمريكية في أحد تقاريرها إن اليمن يعاني من عدم الاهتمام الإعلامي رغم تفاقم الأزمة اليمنية وارتفاع عدد القتلى
إلى قرابة 10,000. وتقول المجلة الأمريكية إنه بسبب استمرار القتال تعاني الدولة اليمنية من التفكك، وأصبح 21 مليون نسمة، وهي نسبة 85% من السكان، بحاجة ماسة للمساعدات الإنسانية. كما أن برنامج الغذاء العالمي يقول إن البلد على حافة المجاعة. وتنقل التايم عن آدم بارون من مجلس العلاقات الخارجية الأوروبي قوله: في بلد لديه تاريخ قديم في التمرد المسلح وتنظيم ناشط للقاعدة ويقوم باستهداف الغرب، فإن الفراغ في السلطة يأتي بتداعيات خطيرة، وليس لليمن فقط لكن للمنطقة كاملة بشكل عام وأوروبا أيضا. كما تعلق المجلة: يواجه اليمن جيلا ضائعا، في إشارة منها إلى حالة التهجير الذي تعيشه الأحزاب اليمنية في ظل ميليشيا الحوثي. قالت صحيفة العرب الجديد إن لقاء تشاوريا عقد في القاهرة بين التنظيم الناصري والحزب الاشتراكي اليمني لمناقشة الأوضاع السياسية في ظل المرحلة العصيبة التي تمر بها البلاد. وناقش الاجتماع آفاق الحل السياسي في اليمن وأوجه التنسيق والعمل المشترك ودور الأحزاب السياسية الداعمة للشرعية وأهمية استعادة العمل المشترك على قاعدة التوافق والشراكة وإدانة كافة الأعمال الإرهابية التي استهدفت أبناء القوات المسلحة في عدن وباقي المدن اليمنية. وأكد المجتمعون أهمية استعادة الدور الفاعل للأحزاب السياسية اليمنية على قاعدة التوافق والشراكة الوطنية للأحزاب والتنظيمات السياسية وقوى المجتمع المدني والمرأة والشباب وقوى الحراك الجنوبي المستندة إلى المشروعية السياسية التوافقية الحاكمة للمرحلة الانتقالية والمرجعيات الوطنية. تحدثت صحيفة إماراتية عن رسائل مسربة تكشف عن التعذيب في سجون الحوثيين. وقالت صحيفة الاتحاد إن الرسائل المسربة من المختطفين لدى ميليشيات الحوثي في القلعة التاريخية بالحديدة كشفت عن أساليب التعذيب والإذلال التي يتعرضون لها على يد عناصر الميليشيات داخل السجن. وأفادت الرسائل أن عدد المختطفين الموجودين في سجن القلعة بلغ 60 سجينا، معظمهم تم اختطافهم قبل أكثر من عام من أماكن عملهم ومنازلهم من دون أي سبب. وقالت الاتحاد إن ميليشيا الحوثي تقوم بمصادرة الرسائل التي تأتي من أهالي المختطفين والتلفظ بألفاظ نابية على المختطفين وأهاليهم. كما كشفت الرسائل عن تقييد كل 2 من المختطفين في قيد واحد. حينما يموت ضمير الإنسانية، تحت هذا العنوان كتب سيف الدين عبد الفتاح في العرب الجديد. يبدو في إطار الأحداث المفجعة والمآسي المتراكمة التي تطاول كثيرا من مدننا وحواضرنا أنها تحمل شواهد تؤكد أن عالمنا العربي لا يزال يتحرك في سياق عقلية الوهن التي تتمكن من مواقفه وفعله. صرنا مسرحا لمشاهد مفجعة تتفرج عليه الدنيا وتخرج بصدده القرارات تلو القرارات، وتحدث بشأنه التوافقات في ظل غياب عربي مهين. الشاهد أن من يحدد مصير هذه المدن هو من غير أهلها ومن دول كبرى اجتمعت في المكان وتواطأت على ما يحدث من قتل وتهجير. حينما نؤكد ذلك فإننا نشير إلى قرارات واتفاقات تصفق لها الدنيا، مفتخرين بأنهم يحمون إنسان حلب، ولكنهم وهم يفتخرون بذلك يتناسون المأساة الكبرى أنهم اتفقوا على إجلاء أهل حلب منها وترحيلهم من بيوتهم. المؤسف حقا أن يقتلعوا أهل هذه البلاد من أرضهم ويتم تخييرهم وفي الحقيقة إكراههم، إما القتل أو الهروب بكيانه وحياته. هذه هي القضية. حينما يموت ضمير العرب والإنسانية، لا نستطيع أن نؤكد أن يكون هذا المشهد الحلبي هو الأخير في سلسلة المآسي. ومن بين الأخبار الأكثر قراءة في صحيفة الحياة اللندنية نطالع: طرد راكب من طائرة بعد صراخه في وجه ابنة الرئيس الأمريكي ترامب. وقالت الصحيفة إن طاقم طائرة تابعة لشركة جيت بلو أنزل راكبا من الطائرة في مطار جون إف كينيدي الدولي في نيويورك بعد تهجمه لفظيا على إيفانكا ترامب. الطاقم اصطحب الرجل إلى خارج الطائرة قبل إقلاعها بعد أن صرخ في وجه ابنة الرئيس الأمريكي المنتخب قائلا لها: والدك يدمر بلدنا، لما أنت على متن رحلتنا؟ يجب أن تستخدمي طائرة خاصة. وقالت شركة الطيران في بيان إن قرار إبعاد راكب من طائرة لا يتخذ بسهولة، ففي هذا الموقف عمل فريقنا لحجز أول رحلة متاحة تالية للراكب.
من بين الأخبار المتداولة على نطاق واسع ما جاء في صحيفة القدس العربي والتي عنونت قطة تمنع صاحبتها من دخول نيوزيلندا. وقالت التفاصيل: منعت السلطات النيوزيلندية امرأة كندية من دخول البلاد بعد أن حاولت تهريب قطتها في حقيبة اليد التي تحملها. وقالت وزارة الصناعات الأولية في بيان صحفي إن الراكبة الكندية لم تذكر أن لديها قطة مخبأة في الحقيبة. وذكر المتحدث باسم الوزارة كريغ هيوز أن المرأة اعترفت فقط بوجود القطة عندما أصر موظفو المطار على إجراء مسح بأشعة إكس على حقيبتها، ومنعت المرأة من دخول نيوزيلندا وأعيدت إلى كندا على متن أول رحلة متاحة. حازم صاغية يكتب في صحيفة الحياة اللندنية عن تغيرات خطيرة يشهدها العالم ويمكن أن تغير النظام فيه وتعيده إلى أنظمة أكثر ديكتاتورية وعنفا. الإصلاحات البولندية الأخيرة تقول إن السلطة تتأهل لقضم الحريات. في ألمانيا ترتفع أصوات تفيد بأن التركيب الفيدرالي لا يخدم الجاهزية الأمنية التي تستدعيها مكافحة الإرهاب. والأخطر في مجالات العسكرة والتسلح ما أوحى به تغريد ترامب عن تعزيز وتوسيع كبيرين للقدرة النووية الأمريكية. جاءت التغريدة بعد ساعات على حديث بوتين عن حاجة روسيا إلى تدعيم طاقتها النووية العسكرية. الهويات تستولي على الأفق، الحداثة والتقدم والتنوير والنزعة الإنسانوية تنتكس جميعا. الانتكاس يطاول الوعي البيئوي وإنجازاته، مثلما يطاول الوعي الجندري ومكاسبه والوعي المناهض للعنصرية بسائر تلاوينه. فليس من المبالغة والحال هذه توقع حقبة مظلمة تقيم وراء هذه السنة اللئيمة 2016. وقد تتمكن البلدان المتقدمة تبعا لمؤسساتها وتقاليدها وامتلاكها كتلا شعبية وازنة تسند الديمقراطية من تقصير هذه الحقبة والحد قليلا من أكلافها الباهظة، لكن هذا لا يصح في بلداننا والبلدان التي تشبهها، حيث الأزمات أعمق وأعنف، فيما انعدام مضاداتها الاجتماعية والثقافية قد يقود إلى عصر ظلمات متماد. انتهت أزمة اختطاف طائرة الركاب الليبية باستسلام الخاطفين للسلطات الرسمية في جزيرة مالطا والإفراج عن كافة الركاب وأفراد الطاقم، فيما قالت السلطات المالطية إن الخاطفين طلبا اللجوء السياسية بعد استسلامهما وموافقتهما على إنهاء العملية. مجموعة من الصور توثق جزءا من عملية إنقاذ الركاب والقبض على المنفذين، وردت الصور في صحيفة الشرق الأوسط. تابع. بهذه المجموعة من الصحف العربية والصور نكون قد وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم من كشك الصحافة. نتابع مجموعة من رسوم الكاريكاتير. إلى اللقاء.